العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين أبي القاسم محمد. نرحب بأجمل الترحيب بكل الأخوة الأعزاء ومن تعنى عناء السفر لحضور مؤتمرنا الانتخابي ابن مدينتنا البار مالك العجيلي، فكل الشكر والتقدير لكم على هذا الحضور. وخير ما نبتدئ به هذا مؤتمرنا سورة الفاتحة المباركة، ونهدي ثوابها على روح شهداء العراق وشهداء المرجعية وشهداء الحشد الشعبي، مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد، وقوفا إلى صاحب المضيف وصاحب الاستقبال إلى الشيخ العزيز أبو ريع العجيلي مشكورا، فليتفضل. الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبو القاسم محمد، وباسم أخواني كل عشائرنا المحترمة الحضور في المنطقة ومجاورنا منا ومنا الكل. احنا دائما بقعداتنا نقول الصويرة عشيرة وحدة، وباسمي وباسمكم نرحب بالأمير سعد محمد المزهر السمرمد أمير زبيد، نشكره على حضوره في مؤتمرنا هذا. كما نرحب بالشيخ صالح العيسى العمران الزنبور رئيس قبيلة بني عجيل لحضور مؤتمرنا، ونشكره على عناء السفر. كما نشكر كافة الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات، أن نشكركم على حضوركم، ونقول لكم أهلا وسهلا باسمي وباسم كافة الحضور من أخوتنا بني عجيل وغير بني عجيل من كل العشائر اللي محيطة بينا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مؤتمرنا هذا. المؤتمر هذا قمناه للأخ الأستاذ مالك ثجيل العجيلي اللي هو ابن الصويرة، مو ابن بن عجيل، وابن الصويرة كافر كل عشائرها الريدة، انه ما انه عجيل، لا، الكل عشائرنا. احنا دائما نقول الصويرة عشيرة وحدة، فهاي الكلمة الريد ان شاء الله يتذكرها ويلتزم بها ان شاء الله بحضوركم هذا. واحنا نلطب من عندكم العونة والريد، احنا دائما ننتخب الصويرة ما بها احد، ولذلك نعانيه متجينا من كافة الأقضية والمحافظة، وبعدين ما نعرفه ولا نشوفه إلى حين ما تصير انتخابات يلا يحضروننا، ودا تلاحظون هسه وحاليا على واقع الحال، إذا أحد يقول لي لا أنت غلطان أنا خلي جاوبني، ما حد يجينا إلا وقت الانتخابات. فإحنا ابن الصويرة، ابن عشيرة الصويرة، نقدر ما يقدر يسد بابه لا يسد تليفونه، وإحنا بكل حضور هنا الحاضرين إن شاء الله حاضرين عندكم، وإن شاء الله ما عندكم طلب، وإحنا نريده يخدم مدينته، مدينة الصويرة، ويخدم ناسه، وهذا جمهوره اللي من كل عشائر هو عشيرة الصويرة. إحنا مبدأنا عشيرة الصويرة، مو بس عجيلي، لا، عشيرة الصويرة، كل عشائرنا المحيطة بنا محترمة، ونشكرهم على حضورهم ودعمهم إن شاء الله إلك، وريد الالتزام منك يا أستاذ مالك أنه تلتزم بهاي حكايتنا، أنت ابن الصويرة، ابن عشيرة الصويرة، ونطلب من هاي الأخوة الحضور أن تساندك إن شاء الله وتضع الثقة إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الكلمة الطيبة شيخنا وصاحب المضيف أبو ليه العجيلي، ندعو من الله أن يعطيك الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حقيقة نحن لدينا أعمال كثيرة وبصمات في واقع الخدم الذي يخص قضاء الصويرة، الذي تمكن بها أستاذ مالك العجيلي وهو حاليا لم يكن في قبة البرلمان، فكيف إذا كان داخل قبة البرلمان، وما هي الإنجازات والأهداف التي سوف يقوم بها؟ فنحن نختلف عن الآخرين، نحن لم نتمكن وقمنا بأعمال لم يقوموا بها غيرنا وهم متمكنين في الدولة، فكيف إذا مكنتمونا وأصبحنا ذو قرار وذو سيادة في الدولة؟ الآن مع كلمة مربينا وكبيرنا ومرشدنا وشيخنا العزيز الأمير أمير زبيد الشيخ محمد سعد مزهر السمرمد، فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى عليك. شكري وتقديري وامتناني واحترامي إلى صاحب الدار أخي وعزيزي الشيخ خلاطي، وإلى كل الحضور من أهالي المنطقة على هذا الجمع الغفير المحترم الذي يدل عليكم باحترامكم لبعضكم والتآخي والمحبة، وذلك يصنع لنا مستقبلا زاهر سواء كان مع أي شخص آخر أنتم تنتخبونه. الحقيقة العراق إخوان يمر بظرف صعب، صوتكم شوي، يحتاج من عندنا الوقفة والتكاتف مع بعضنا، ويحتاج من عندنا الاختيار الأفضل. أنا طبعا شخصيا أنا رجل يعني عراقي زبيدي ابن شعب العراق ابن الصويرة، والصويرة هي مدينتي التي ربتني منذ الطفولة ولحد الآن، والعراق بلدي. فمن دواعي الشرف أن أكون عراقيا وأن أكون صيراويا مع كل أبناء الصويرة، عشيرة واحدة، أخوة. واليوم هذا المؤتمر ما سوى خلاطي ولا سوى أي واحد، لكن هو هذا التجمع، هذا إرثنا من أهلنا وأجدادنا، كانوا يجتمعون ويقررون، كانوا يتحاورون ويقررون، حتى الله سبحانه عز وجل قال جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، أي لتحاوروا. اليوم فتحنا مجال مبدأ الحوار الشيخ خلاطي، لأنه هو ابن ناس، ابن عشيرة، ابن خلق عظيم. كل إنسان ينتمي إلى جهة اجتماعية أو سياسية أو أي جهة أخرى يجب أن يحترم تلك الجهة. إحنا بالنسبة لنا سلسلة عشائرنا منذ التاريخ ولحد الآن متماسكة، فهذا الإرث اليوم هي السلسلة. اليوم راح نربط حلقة في ذيل السلسلة لتستمر إلى أحفادنا وأجدادنا وأبنائنا في المستقبل القادم. اليوم إحنا جينا نختار، وأعتقد شيخ خلاطي كان موجود يمي بالمضيف، أنا اختاريت الأخ الابن العزيز مالك العجيلي، لم أختره لقرابة أو لمصالح معينة، ما عندنا مصلحة بأحد، لكن إحنا مصلحتنا ببلدنا، فعليه يجب أن نختار الشخص الذي يخدم البلد، ابن البلد الممتد تاريخيا لهذا البلد العريق ولصويرة الكبيرة. صويرتكم كبيرة جدا بأهلها وناسها وبشرفها وبمعانيها وبثقافتها وشهدائها، فعليه اليوم احنا لما جمعت شيوخ العشائر في المضيف، وكان اخي وعزيزي شيخ صالح الزنبور، شيخ بني عجيل، وشيخ الشمامطة، وشيوخ اخرين، كلهم جمعناهم يمي بالمضيف، واتفقنا كل الشيوخ اتفقنا ان يكون مرشحنا مالك العجيلي. طبعا احنا رشحناه لاسباب، السبب الاول تكامل خلقه وثقافته وهدوءه وإنسانيته ووطنيته. أنتوا قسم من عندكم أقارب أو كذا ما تعرفون منو مالك العجيلي وماذا فعل الصويرة، كل هاي الأشياء اللي إجتنا الصويرة كان بصمة مالك العجيلي بها. إحنا ما نقول سوي كذا وكذا، لكن إحنا اختارينا لأنه نعرف ماذا سيعمل مالك العجيلي، ونعرف شنو في دماغ مالك العجيلي وما يحمله من خير لمدينتكم. احنا نريد يحمل الخير لكل العراق،
ولكن الأقربون أولى بالمعروف. ما نريد واحد ينتخب بالعيب والفشلة، نريد نكون مؤمنين بأن الرجل الذي سيأتي إلى البرلمان يمتلك كل معاني الشرف والخلق. ولذلك واحد يسأل ايش جاب أمير زبيد، أنا مو بالضرورة أن أنتخب واحد زبيدي ما يقدم خدمات لبلده ولشعبه. ربما لم أجد مسلما يخدم العراق أذهب إلى مسيحيا أو أي دين آخر أروح أبصم له حتى يخدم بلدي. أنا أعرف من بين كل الموجودين من المرشحين اخترت مالك العجيلي لهذه الأسباب. شخصية ممتازة، إنسان مؤدب ومهذب، وإنسان وطني، وإنسان جربته ما عنده مصلحة خاصة. احنا كنا اللي حضرنا وكلنا اللي جبناه واجينا، احنا ما عندنا مصالح خاصة بمالك، ما نحتاجه حتى بالدولة ما نحتاجه، لكن احنا نحتاج القرار الرسمي الذي سيدفع ويدعم المدينة والعراق لما يكون في البرلمان، يكون عراقيا وطنيا يدعم كل الأشياء الوطنية اللي ممكن أن يقررها العراق يكون مالك معها، وفي الصويرة يكون له بصمة ووقفة مشرفة تخلينا بالمستقبل نفتخر أنه إحنا هاي الصويرة أنجبت ابن بهذا المستوى العالي من الأدب والخلق والالتزام. أنا أدعو الشباب، يعني أنتوا شباب ضمانة المستقبل، إحنا أدينا اللي علينا في شبابنا، ولحد الآن ما قاعدين نقول يعني الإنسان لازم يبقى يعمل إلى أن الله يدعيه إلى جواره. فأنتوا ضمانتنا، ضمانة مستقبل العراق وضمانة مستقبل أهلكم وعوائلكم وأسركم. أريد من عندكم تكونون بمستوى عالي من الثقافة والأدب والأخلاق التي تنتمون إليها من عوائلكم وتستجيبون لما يريده الله. أنا أسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأسف على الإطالة. وهذا مالك ابن الصويرة، ابن الصويرة، نعم هو عجيلي، ولكن إحنا الديرة قبل العشيرة، الديرة قبل العشيرة، وإحنا انتخبناه وجينا على موده لأسباب أخرى وليست لأسباب عشائرية ولا لأسباب أنه ابن الصويرة، ولكن هو ينتمي إلى مستوى عالي من الخلق والأدب والوطنية والشرف، وهذا ما يعني ما نبغيه من كل شخص. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأسأل الله أن نجتمع بعد الانتخابات لنكون فرحين بفوز ابننا الغالي مالك العجيلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يتساءل ويقول ما هي أهدافكم وما هو البرنامج الانتخابي الذي تطمحون إلى تحقيقه وخدمتنا عن طريقه؟ نحن لدينا 3 أهداف ومهمة ورئيسية. الهدف الأول الاهتمام بالزراعة والمحاصيل الزراعية، من أهمها صرف مستحقات الفلاحية في وقتها وليس بعد مضي سنين عنها. والمرحلة الثانية الاهتمام بمشاريع الري والمياه. والهدف الثاني وهو مفصل الحياة للشباب وجعل فرصة عمل لأكثر من شاب، ويخدم ليس الصويرة واسط وإنما يخدم العراق بصورة عامة، وهو عن طريق إعادة تأهيل كافة المعامل والمصانع المتوقفة في العراق عامة والصويرة خاصة. شاهدوا وفكروا كيف سوف تكثر يد العاملة عندما يفتتح المعامل المتوقفة في القضاء. أما النقطة الثالثة والمهمة ألا وهي التعليم، وكلكم على معلومة كيف التعليم الآن مهدد وخطر
نحو الأسفل، وذلك بسبب البنى التحتية الموجودة في المدارس. فهذه هي جملة من أهدافنا، ولكن نحن لدينا أهداف كثيرة، ولكن لضيق الوقت نختصرها بهذه الأهداف المهمة. ولكن نحن نطمح إلى الكثير، وهذا كله يتحقق عندما نكون داخل قبة البرلمان، ليس كعضو برلمان. نحن حلمنا أكبر من عضو برلمان. سيتحقق هذا الحلم عندما الكل تتكاتف وتصبح كلمتنا واحدة وصوتنا واحد لخدمة أبناؤنا أبناء الصويرة حصرا، وليس أبناء والدنا الروحي وساندنا الشيخ صالح الزنبور رئيس قبيلة بن عجيل، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. أبدأ كلمتي هذه بوصية للإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام: يا بني احفظ عشيرتك، فإنها جناحك الذي به تطير وعقلك الذي به تشير. سبقوني من تكلموا بأن الصويرة هي عشيرة واحدة. لا أخاطب أبناء عمومتي بني عجيل، هذا المجتمع هو مجتمع واحد وعشيرة واحدة بمختلف مسمياتها. اليوم نحن في هذه الدار، في هذا المضيف العامر، مضيف أخي وابن عمي الشيخ إخلاطي نعم الراجي، نجتمع من أجل أن نبدأ كلمة واحدة هي: معك يا أبو عقيل، يا أخنا مالك ثجيل العجيلي. نحن مقبلين على انتخابات في 10/10، وهذا التجمع الكريم وهذا الحضور الشريف من كل القبائل والعشائر الموجودة بهذه المنطقة هي دعما لمرشحنا مالك ثجيل. نتمنى من الله التوفيق، أن يحفظكم لما فيه نصرة العراق، وأنتم تعرفون جيدا بأن عراقنا العظيم من 2003 ولحد الآن مر بانتكاسات، مر بطائفية، مر بقتل وتهجير، مر بفساد الذي هو أفعل من داعش، وتدمر ودمرت خزينة البلاد ونوهبت وسرقت وحولت إلى الخارج. نتمنى أن يتبوأ البرلمان أناس شرفاء أمناء على وطنهم، على شرفهم، على عراقهم الحبيب. نحن أيها الأخوة الأعزاء، هذا عراقنا الحبيب، عراق الخير، عراق الزراعة، عراق النفط، عراق الصناعة. للأسف إنه مر بظروف صعبة جدا، وأنتم تتذكرون وتتابعون سواء بالأخبار المسموعة أو المرئية أنه حتى رواتب الموظفين تتأخر والمتقاعدين بسبب السلب والنهب الذي قام به بعض المسؤولين، لا نقول كل المسؤولين، بعض المسؤولين المؤثرين في الدولة العراقية. أدعوكم أبناء عمومتي وأخوتي الكل، مثل ما سبقني الأمير الشيخ سعد محمد المزهر وابن عمي إخلاطي نعم الراجي والمتحدث الإعلامي، بأن الصويرة هي عشيرة واحدة. وفعلا أنا عندما تكون عندي أي قضية هنا في الصويرة، حقيقة أجد التعاون والمحبة بين عشائر الصويرة، وهذا شرف لنا، شرف لكل العشائر أن تتوحد، أن يتوحدوا أبناء الصويرة وأن رأيهم يعطوه لابن الصويرة. أنا لا أقول، لا أريد أن أقول لكم أو أفرض عليكم مالك ثجيل، أنتم أصلاء وتختارون من هو الذي يمثلكم. مرت الصويرة بظروف من مجالس المحافظات إلى مجلس النواب،
الفائزين في الانتخابات هم خارج الصويرة. ما الذي قدموه للصويرة؟ ماكو شيء، يعني ما جاء أشوف شيء ملموس بالصويرة حقيقة. وأكررها للمرة العشرين، قبل فترة زرت مدينة الفلوجة والرمادي، والله تسهو بالإعمار والبناء وكل وسائل الترفيه الموجودة اللي تحتاجها أي مدينة. أربيل كذلك، نتمنى من الله أن يحفظنا ويحفظكم لخدمة بلدنا واختيار من هو أفضل، وأنتم أعرف مني بابن عمي وأخي مالك ثجيل، أنتم أهل الصويرة وهو ابنكم وأخوكم. هذا الذي أطلبه منكم، ومن الله التوفيق، والسلام عليكم. أحسنت. شكرا جزيلا عمنا العزيز، وندعو من الله أن يعطيك الصحة والعافية.